السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة لكم مبارك، جمعة مباركة. الله بخير نتقدم واحد شوية السردين ولا شوية أمس ما حقت عدو الكرجبة، حاولنا ندير واحد الدريرين ونتبعو هذا الشيء الطبيعي ونبعدو على ذوك الحوايج اللي ما كتفيش الداس وغارك الضر. المهم غندير شوية السردين، هي ما عنديش كفا خير ذاك الشيء، ولكن كندير واحد الطريقة أخرى، كنديرو في ديك الميكروويف كنفرش ليه عند الساعة طابة بزاف هاد الورق ديال الزبدة كيما كنقول، نحطهم ندخلهم الفران ونشوفو. المهم كيما شتو ها هو واحد نص كيلو، دابا الأيام كيما كتليكم وليت مريح بوحدة غير هنايا كيما كتسمع الفيشات، هي ملي كتباع هاد الدار كتعرف كم بزاف ديال الحوايج. المهم تحية هاد هو السريات كيما شفتوهم، ضربناهم بالسردين بشوية داخل الفران، الفران كنسخنو على 180 درجة و هنا مسخنو على 160. المهم فوالا دابا درنا الكاغطا دابا باش نبيض حنا داك الزيت ديالو يبقى تاس، و درنا الحصيات ديالنا، درنا الصينية كيما كتشوف غندير على 160 حيت غنخليو هادي محلولة مغنقدرو نشدوها. أو سيدي البراد عاود تاني مع الشب أو كيتشحر. خوت سمحوني على هاد الأصوات، والله شي ساعة حاب واحد الماسك يديرو نجي ولكن معندي من ندير، إوا هي الجورة بس نعلم. المهم هادشي كمل تبارك الله، هادي سمحوني فوالا هادي نتاع البحر، كنحس براسي بحالا في المرسى والله. المهم سمحوني على لي خايبني، ولكن هادشي رخيص ما خيش والو، وحدة في المغرب ما خيش والو. ويلي ويلي نحيد لي القوز ديالي، شتو حنا مولفين بالفرشة ضايع برا، دابا حيت خرجنا سخون ما بغيناش يحرقنا. ويلي ويلي تا شو بيبان بيبان الزيت الزيت ديالو عمري كتروح. المهم هذا هو الرزيق، ما نقدرش نحل دابا حيت كاين الصوت ديال الشيران. السلام عليكم.